مما لا شك فيه أن المدرسة هي النواة الأولى لكل أمة وحضارة، لكن أوضاع المدارس في محافظة أبين لا تبين استشعار هذه المكانة الحيوية من قبل القائمين على العملية التعليمية. مدرسة الوحدة في زنجبار واحدة من أقدم وأعرق المدارس في محافظة أبين، تخرج منها الكثير من الكوادر في مختلف المجالات، وظلت هذه المدرسة من أفضل المدارس وأهمها على مدى سنوات طوال، واليوم ها هم التلاميذ فيها يقضون يومهم الدراسي بين جدران متصدعة ومتشققة. وضع المدرسة مزري جدا، لا تمتلك المدرسة أي مقوم من مقومات التعليم الحديث. نحن في مبنى آيل للسقوط، أبناءنا قد يتعرضون للخطر في أي لحظة. المبنى متهالك، أكلت الأرض سقوف المبنى بشكل نهائي. المبنى بدأت تظهر به تشققات بعد حرب 2011 مع القاعدة والحرب الأخيرة مع المتمردين الحوثيين. ظهور هذه التشققات على الجدران جعل إدارة المدرسة والمعلمين والطلاب يخافون من انهيار مفاجئ قد يحدث في أي لحظة. في كل صف زاد على 50 طالب، وإذا سقط سقف فوق هذان الطلبة بيروحوا كثير من الطلبة الجهال. طلبة قاعد يتعلموا بيموتوا فوق هذه السقوف المشرقة والجدران تسقط فوقهم. وبحسب إدارة المدرسة فإن السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم غير مهتمين ولا مدركين لخطورة الوضع. لا محافظ، لا وكيل، لا مجلس محلي، لا مسؤول تربية، مدير عام تربية يجي ولف لفة وخرج من البوابة. هذه المخاوف تتزايد مع تزايد عدد التلاميذ في المدرسة، ومع كل يوم يمر يزداد الخطر يهدد حياة التلاميذ في هذه المدرسة، ويزداد الأمر تعقيدا وبحاجة إلى وقفة سريعة وجادة لتلافي المشكلة قبل حدوثها. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.